ديما كنلعبوا الدقيقة 30 من مباراة فريق الوداد الرياضي والدفاع الحسني الجديد. ديما تقدم فريق الجديد بهدف لصفر. انصار فريق الوداد الرياضي كتخلق الفرجة، كتخلق المتعه رغم التقدم ديال فريق الدفاع الحسني الجديد بهدف لصفر. الوداد الرياضي كيحاول انه يعدل النتيجة بالعديد من الهجمات. الجمهور كيتفاعل مع كل كرة. مع انطلاق المباراة شاهدنا تيفو رائع للوينرز لاعب فصائل فريق الوداد الرياضي. تحياتنا لكاع الجماهير الودادية والجديدية اللي كتبعنا في هذا المباشر ولكل المغاربة. الوداد كيقلب على هدف التعديل. كنلعبوا ديما دقيقة 28 من الشوط الأول للمباراة. هذه كرة لكازادي، كازادي كاسونغو كيرفع الكرة لزير مترجي، ولكن تدخل دفاعات فريق الدفاع الحسني الجديد. كرة مع الوداد، يوسف شينا النقاش الحكم كيمر لاعبين بالإخراج الكرة لتلقي بعض لاعبي الدفاع الحسني الجديد بعض الهجمات.